هذا وتستمر انتهاكات ميليشيات الحرس الثوري الإيرانية لحقوق المواطنين الإيرانيين والتعدي على الممتلكات العامة من خلال عمليات الفساد والنهب التي اعتاد على ممارستها جنرالات الحرس بحماية من نظام الولي الفقيه في إيران. وكشفت الوثائق مؤخرا عن مؤامرة كبيرة قام بها الحرس الثوري الإيراني في الاستيلاء على مساحات من الأراضي التابعة لبلدية العاصمة طهران وتحويلها إلى موقع عسكري للحرس.